أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندي محل خياطة للرجال، ولا أبيع ولا أخيط ملابس الحرير، ولكن أخيط الملابس التي فيها إسبال للرجال تحت الكعبين، وعندي مال من ذلك، فماذا أفعل به؟ سمعت الجواب أنه ما يجوز تخيط الإسبال، ما يجوز تخيط الإسبال إذا علمت أنه بيلبسه، أما إذا كان من فصله واحد غيره أطول منه أنت ما تدري، لكن إذا كان هو يبي يلبسه يقول هذا لي في إسبال فلا يجوز هذا. نعم.